السلام عليكم ورحمة الله. سنشرح اليوم طريقة تحويل مجموعة من الصور إلى ملف PDF جديد. مثلا لدينا هنا مجموعة من الصور، صورتين، هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية، ونريد إضافة هذه الصور داخل ملف PDF جديد. في البداية نتوجه إلى موقع اسمه PDF، ورابط هذا الموقع ستجده أسفل وصف الفيديو. ثم نختار من هنا Convert Image to PDF Exactly، نضغط على هذا الاختيار، وهنا نقوم بإضافة الصور التي نريد تحويلها إلى PDF، إما عن طريق Choose File أو عن طريق السحب والإفلات لهذه الصور. نقوم بسحب الصور وننتظر قليلا حتى تظهر الصور، وبالأسفل سوف تجد هنا خيار Create PDF Now، نضغط عليه وننتظر عملية التحويل. بعد عملية التحويل ستظهر لدينا هنا خيار Download File لتحميل الملف. نقوم بتحميل الملف، وهذا هو الملف بعد عملية التحويل. بإمكانك تصفح الصور داخل ملف PDF. تحياتنا إليكم، دمتم في حفظ الرحمن.